وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة بالرغم من أنها قوات كانت لا يستهان بها ولكنها كانت رشيدة وتتسم في تعاملاتها بالتوازن. وأضاف الرئيس السيسي أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد. مهم قوي أن أنا أسجل هنا أن عمر القوات المسلحة رغم قوتها ما كانت إلا قوة رشيدة بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح سياستنا الخارجية بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد والحرص على عدم إزكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحة ده عقيدتها، وده العقيدة دي انعكست على، لأن القوات المسلحة هي جزء من شعب مصر.